السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. أخيرا صلحت الكاميرا الاحتياطية، يعني حتى هذه هي الكاميرا الأساسية، هذه الكاميرا الاحتياطية الحمد لله صلحتها، فبالتالي قادر أصور لكم كذا فيديو إن شاء الله قبل ما أسافر. وأيضا للتذكير إن شاء الله اليوم لقاء القناة لكل متابعين القناة، مرحبا بكم في القناة. في اللقاء حيكون في مكتبة الملك فهد العامة قاعة الرواد في جدة، طبعا في مكتبة واحد للملك فهد، فحتلاقوه في جوجل وتعالوا المكان الله يحييكم. وإن شاء الله تعالى اليوم أنا معزوم عند واحد من جماعتي، فإن شاء الله حروح أشيلكم معايا، وفي بعض الإخوة اللي حيكونوا حاضرين إن شاء الله درسوا تخصصات مختلفة، إن شاء الله حنخلي الفلوج برضو تعليمي نتكلم عن تخصصاتهم، نحاول نستفيد منهم كذا كلمة إن شاء الله إنها تفيدكم إذا في اهتمام مشترك بالنسبة لتخصصاتهم. وقبل ما أطلع من البيت في ناس حابين يسلموا عليكم. خارج الآن إن شاء الله رايح لبيت الشيخ حسني مالك إن شاء الله. بصراحة اشتقت إني أسوي فيديوهات لكم، واشتقت إني أتواصل معاكم، مع إني يعني ما قاعد أتواصل مع كل شخص فرد كذا مباشرة، لكن لما أسوي الفيديوهات لكم أحس كأني قاعد أتواصل مع كل واحد فيكم فردا. فإن شاء الله أنا مستني أخوي الآن موسى وأعرفكم عليه بالمرة. موسى طبعا هو بيني وبين أخوي حسين، ممكن تقابلت أخوي حسين في كندا موجود، فموسى بيني وبينه فحيجي إن شاء الله الآن. وهذا هو موسى جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. ما أدري شايفينك ولا لا، نحن ما نبان شوية كذا في النهار يعني. لا باينين تمام. تمام، كيف الأحوال؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. قلت لهم في واحد اسمه مخلوق اسمه موسى يقول إنه أخوي يعني. أنا موسى. أتشرف إن أكون أخوك يا دكتور. شوف كيف يحرجني، شوف كيف، سبحان الله سبحان. يلا الله خليني امشي بس. يلا انا هنا مع اخوي حسني، طبعا هو اللي استضافنا اليوم، جزاك الله خير شيخ حسني. وياك يا حبيبنا دكتورنا ابو بكر، انت شرفتنا وانستنا والله. الشرف لي، الزياره الجميله هذه الله، الشرف لي والله. بارك الله بينك ومالك وعمرك وابنائك ان شاء الله. امين امين. وياك ان شاء الله، الله يسعدك ويوفقك لما فيه الخير والنفع لعامه الناس. امين يا رب العالمين، كما عهدناه منك سابقا. امين يا رب، جزاك الله خير. الله يسعدك ان شاء الله. معانا هنا اخونا عبد الرحمن فكي. طبعا انا عبد الرحمن ما شاء الله يعني لنا سنين نتواصل في التواصل الاجتماعي، وهذا اول مره نتقابل وجها لوجه. صحيح. ايش اول انطباع كان لما شفتني؟ انك اطول مما تبدو في الصوره. الحمد لله الحمد لله، هذا من فضل ربي. اي الحمد. طيب لله. عبد الرحمن، انت بس اعطي الشباب كي نبدا عن ايش درست وايش ممكن النصائح اللي تقدمها للطلاب. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاه، اما بعد، فسعيد جدا بلقائك اولا والتعرف عليك على ارض الواقع. انا درست في كليه الشريعه في مرحله البكالوريوس، وفي الماجستير في القانون المقارن. ما شاء الله. باختصار يعني. ما شاء الله تبارك الله. طيب اذا ايش نصيحه ممكن تقدمها لاي طالب حاب يدرس التخصصات هذه؟ ابتداء تخصص الشريعه، طبعا ما يخفى على احد انه العلم الشرعي من اهم العلوم التي ينبغي للانسان ان يتوجه اليها، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا جانب. الجانب الاخر ان العلم الشرعي بخلاف ما هو متوقع عند كثير من الناس انه ليس محصورا فقط على قضيه معرفة الأحكام الشرعية، وإن كان معرفة الأحكام الشرعية جزء من العلم بالشريعة، إلا أنه يعطي طريقة تفكير وطريقة تعامل مع الناس وآفاق كثيرة جدا في كثير من العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، لأن العلم الشرعي متكون من علوم لها علاقة ولها اتصال بكل العلوم الإنسانية تقريبا. أما في القانون المقارن فهو علم تعتبر الشريعة الإسلامية إلى حد ما جزء من هذا العلم القانون المقارن، لأنه دراسة القوانين التي يعمل بها في العالم، الكومون لو، سيفل لو، إسلاميك لو، فهذه التخصصات تعريف بسيط عنها، و يعني تحتاج إلى جهد كبير جدا في الاطلاع وفي القراءة وفي قضية ربط العلوم بعضها ببعض. فنصيحتي لمن أراد التوجه لهذين العلمين أن يطور في نفسه ملكة البحث، ويطور قضية الشغف في القراءة والاطلاع والتلخيص وما إلى ذلك.
نعم. سؤال يمكن يتبادر للبعض لأنك ذكرت كم كلمة بالإنجليزي، فهل أنت درست الشريعة والقانون بالإنجليزي؟ لا، أنا درست الشريعة في السعودية طبعاً. نعم. درست اللغة الإنجليزية في كينيا، ممكن تذكر أنت تكلمت في قناتك عن كينيا فكانت لي تجربة في كينيا، كانت تجربة جميلة جدا ومن أنجح ما تكون. وأنا تقريبا ما يخلو يوم من أيامي خصوصا هنا في السعودية الآن إلا وشخص يسألني عن كينيا والدراسة فيها. وفي هذا المجلس اللي احنا فيه الآن قبل ساعة تقريبا كان يتواصل معي أحد الأخوة اللي راح على كينيا في اليومين الماضيين. نعم. دولة ممتازة جدا ولطيفة وجميلة وأهلها في غاية اللطافة، واللغة الإنجليزية فيها لغة ممتازة ومتحدث بها في جميع أنحاء العاصمة ورخيصة جدا. فدرست اللغة الإنجليزية في كينيا وفي ماليزيا كذلك الماجستير. نعم، باللغة الإنجليزية. نعم. آخر سؤال، هل في معهد معين في كينيا تنصح به؟ نعم، معهد بريتش كوليج. بريتش كوليج إن شاء الله. نعم. المعهد هذا ذكرته أنا في فيديو دراسة اللغة الإنجليزية في كينيا، وأحاول أحط لكم في الرابط إن شاء الله. شكرا لك شيخ عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك، وسعيد جدا بالتعرف عليك ولقائك وجها لوجه وجنبا لجنب. الله يبارك فيك. أنا أسعد. شكرا لك. ومعي هنا أخويا علي يوسف. علي يوسف طبعا درس تخصص دائما تسألوني عنه، وهو هندسة الطيران. فعلي أول شيء مرحبا بك وأنا سعيد بلقائك، وممكن تعطيني نبذة عن تخصص دراستك لهندسة الطيران، فين درست وكيف وجدت دراسة هندسة الطيران؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا هلا ومرحبا يا أخي أبو بكر. أهلا بك. الله يسلمك. ونحن سعداء باللقاء معك. أنا أسعد. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. أنا درست هندسة الطيران في طبعا السودان. نعم. طبعا أول مرة ذهبنا على السودان بحكم الحرب. نعم. الأهل وطن ثاني بالنسبة لنا في التشاديين. نعم. كذا. في جامعة السودان؟ جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. جامعة السودان. طيب جميل. درست 5 سنوات طبعا، درست بكالوريوس هندسة الطيران ودرست 5 سنوات ما شاء الله. اي نعم. لكن انا طبعا كغير التخصصات العلمية سواء كان طب او هندسة، يعني انا صراحة اقترح انه ايش يكون الانسان ملم باللغة الانجليزية. نعم. قبل ما ايش يبتدي هذا التخصص. نعم. لان هذا خاصة الفترة الحالية. نعم. الانسان ممكن عن طريق وسائل التواصل يستفيد كثير. مثلا أنت في المحاضرة مثلا. نعم. شيء غلبتك ما فهمت ما مستوضح لك. نعم. ترجع اليوتيوب ممكن تلقى يعني محاضر أفضل من المحاضر حقك اللي عندك في الجامعة. نعم. وتستطيع أن تتلقى عن طريقه يعني. نفس يعني المادة العلمية قصدك. نفس المادة العلمية. نعم. إذا كان عندك لغة إنجليزية. نعم. فلا طبعا احنا تعبنا كثير في حكايه اللغه الانجليزيه هذه، لان احنا درسنا في السودان صراحه ما ادري لغه انجليزي ولا عربي. مثلا المحاضر يجي يشرح بالعربي. نعم. ثم يلخص بالانجليزي. نعم. والمرجع انجليزي والامتحان انجليزي. نعم. كل شيء انجليزي. نعم. يعني ما خلينا نمشي مع الانجليزي ولا اللغه. نعم. العربيه. لكن الانسان اذا كان عنده لغه انجليزيه بالتاكيد انه ايش يرتاح في هذا التخصص الطب والهندسه عموما. نعم. يحتاج هذه اللغه صراحه. نعم جميل. في نفس الوقت انا صراحه اللي احب ان الشغل في مجال هندسة الطيران أو الطيران وكذا، أنا صراحة أنصح أن يختصر على الدبلومات فقط. ليش طيب؟ لأن في العالم الثالث مثل ما يقول ما في صناعة البث، هندسة معناته في جانب الصناعة يعني تخش في جانب الصناعة فيما فوق وهكذا يعني. نعم. لكن في العالم الثالث إحنا عندنا صيانة. نعم. يعني إحنا الآن درسنا بكالوريا. نعم. في عالمنا ماذا نفعل الآن؟ نعم. ما في مجال صناعة ندخل فيها، لكن في مجال الصيانة. لكن هل هذه ما حتفرق في الراتب مع الشخص او في فرصه المستقبليه مثلا لو حاب يكمل بعدها او حاب يسافر؟ بلا شك بلا شك، انت اذا تبغى تكمل في نفس المجال يعني. نعم. في مجال لو كملت. نعم. مثلا ماجستير او دكتوراه وكذا. نعم. فانا اعتقد ان هذا لو كان في دول صناعيه تفيدك اكثر مما هو في عالمنا. لكن نعم. في عالمنا مثلا انت الان اختصرت على الدبلوم، ثم بعد ذلك في رخص. نعم. يعني كل مره في رخص صيانه مثلا. نعم. تشيك 1 تشيك تشيك اي تشيك بي وهكذا. نعم. وانت ماشي يعني. نعم. متطور في مجال الصيانه. نعم. وانت ماشي. نعم. فتستفيد اكثر وتختصر الزمن. بعد ذلك اذا حبيت انك تتوسع في هذا مثل اخرى. نعم. انا انصح بالشيء ذا يعني. نعم جميل. أيه. انا سعيد باستضافتك وشكرا لك، وان شاء الله تعالى يعني اتمنى لك التوفيق في حياتك العمليه. يا هلا ومرحبا ونحن سعداء اكثر وشكرا. ومعي هنا اخويا ابو هشام. ابو هشام طبعا درس دراسات اسلاميه. يا ريت تعطينا نبذه عن فين درست واي نصيحه حاب تقدمها لاي شخص مهتم بدراسه هذا التخصص. في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله.
سعيد جدا بتواصلي مع الدكتور أبو بكر. أنا أسعد، الله يبارك فيك. درست في المملكة العربية السعودية دراسات إسلامية، حبا لهذا التخصص، ميولي من الصغر لهذا التخصص، والحمد لله هذا اللي دعاني لدراسة الشيء. نعم، إيش النصائح اللي تقدمها للطلاب اللي حابين يدرسوا هذا التخصص؟ صراحة في البداية العلم الشرعي بحر واسع، نعم، في بداية انطلاقا من ديننا الحنيف الذي يدعونا أن الإنسان يتعلم علوم الشريعة الإسلامية، في البداية رفعا الجهالة عن نفسه، ثم بعد ذلك يخدم نفسه ودينه ووطنه وأهله، تكون رسالته عامة. وهناك مشكلة يعاني منها كثير من الناس خاصة في هذا العصر، قل الإقبال على العلم الشرعي، لأنه يقول كثير من الناس يتحججون بأنه إنه لا نستطيع العمل بهذا التخصص أو كذا. هذا توفيق من الله عز وجل. الإنسان في البداية يتعلم الشيء الذي يحبه ويتقنه ويتحرك، والتوفيق بيد الله عز وجل. صحيح، ربنا هو الرازق. صحيح، اختيار التخصص أمر مهم جدا، هو الرغبة، الرغبة والشغف. فإذا كان عندك رغبة وشغف في أي تخصص مهما كان، لا تهتم بالوضع زي ما يقول وضع السوق، لا تهتم برأي المجتمع، حاول بقدر المستطاع أنه تركز على رغبتك وشغفك، وطبعا ولا يضر أيضا استشارة سواء كان ولي الأمر أو استشارة مثل الناس المتخصصين. شكرا أخوي أبو هشام، سعيد بلقائك اليوم، سعيد بمشاركتك، وجزاك الله الف خير. مع السلامه. ونحن اسعد. الله يسلمك. ومعنا هنا الكابتن علي بلاتيني، طبعا الاستاذ علي هو مدرب منتخب الجاليه الشاديه هنا، ما شاء الله قامه من القامات الرياضيه هنا. فمرحبا بك اول شيء، وسعيد بلقائك، دائما اشوفك طبعا في الصور في الفيسبوك وكذا، فانا سعيد صراحه اني اقابلك اليوم وجها لوجه، وما شاء الله انت من رواد مجال العمل التطوعي فيا ريت لو تدي الطلاب والمشاهدين كلمه بخصوص هذا الموضوع. الله يحييك ويسعدك، بالعكس احنا اسعد في لقائنا معك انت، وما شاء الله انت اللي بديارك هذا اللي غيرت زي ما يقول طريق ناس كثير جدا ولت فيهم اشياء ما يحتاج انا اقولها وكذا. والله يديك العافيه، شكرا على هذا اللقاء، وانا اقل مما انت قلت، لكن المحاولات هذه زي ما يقول من باب انه الواحد يرى انه الانسان اذا ما كان عباره عن قضيه او رساله او مشروع او برنامج، فاحس انه هو ما اقول وجود زي عدمه، لكن احس انه ولا اقول ما له وجود، لكن احس انه ما له قيمه. فلما قلت لك تدور حول الاطار هذا في اي مجال انت فيه، سواء كان ديني او ثقافي او فكري او كذا كذا. طبعا الجامعه عمل التطوع ممكن واحد تقريبا عمل فيه من الصغر، لكن طبعا بشكل توسعي في ممكن السنوات تحديدا سواء كان مجال الرياضي عن طريق منتخب الجامعه او غيره، وفي المجال الاخر عن طريق الشباب الجاليه والرياضه التطوعيه ما شاء الله كبيره جدا، ما شاء الله لها نشاط اجتماعي وتعليم ثقافي وفكري. هدفها الاول والاساس هو تطوير الجاليه وتقديم شيء زي ما يقولوا يوديها قدام. واحنا ربنا ما اقول انه انا لوحدي، موجود في غيري كثيرين، ممكن الناس يرون انه انا ممكن يشوفوا اكثر شيء كذا كذا، لكن في غيري كثيرين كذا كذا. انا ماني الا لبنه في صرح كبير جدا كثير قائلين بي. فحقيقة العمل التطوعي الجالية محتاجة بشكل كبير العمل في المجال التطوعي هذا، وغرسه في نفوس النشي والشباب في جميع المجالات، وكل واحد يقدر يسويه من خلال الدائرة والإطار اللي هو موجود فيه. مو لازم أنا أكون منضم لفلان أو المجموعة العلانية عشان أنا أقدم حاجة، زي ما يقول صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية. وبالتالي أهم شيء أن يكون عند الواحد عنده قناعة داخلية أنه يقدم حاجة لجاريته، يقدم حاجة لوطنه، يقدم حاجة لأمته الإسلامية، يقدم حاجة للإنسانية جمعان. فما أدري هل قدرت أجاوب على السؤال ولا لا، لكن هذا اللي لا ما شاء الله. جزاك الله ألف خير مرة ثانية، سعيد صراحة بلقائك، وأتمنى لكم المزيد من التوفيق إن شاء الله والمزيد من النجاح إن شاء الله. شكرا لك، الله يسعدك. طيب معايا هنا أخويا الكبير
مصطفى ماي. طبعا مصطفى من الناس اللي يعرفوني من يوم ما كنت في الحفاظة من الطفولة، شافني وانا في الحفاظة، صح ولا لا؟ شفتني وانا في الحفاظة. طيب ابغاك تقول للناس شيء عني ممكن ما يعرفوه، شيء انت تعرفه عني من يوم الطفولة من يوم الشب، شيء تعرفه عني ممكن ما يعرفه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة أرحب المتابعين للدكتور أبو بكر إدريس، يعتبر أخويا وتربينا سوا وكنا ببيت واحد أيام الدنيا. الشيء اللي ممتاز فيه الدكتور أبو بكر والصراحة يعني والله شاهد أن أخلاقه حلوة وصغير صراحة، يعني أخلاقه طيبة ما بيننا بينه أي مشاكل، ما كان بيننا إلا مع أخو المرحوم الله يرحمه كان طيب ما شاء الله الله يرحمه. ولكن أبكر كان أخلاقك حلوة ما شاء الله ومحترم من زمان من يوم كنت صغير نحن شاهدين على الدار. كنت مروق المانجا. الله يسلمك إن شاء الله. طيب أنا أتوقع إنه الناس ممكن كانوا يتوقعوا إجابة مختلفة، يعني تقول لهم شيء كذا. الناس بصورة عامة ما يحبوا يسمعوا القصص الرومانسية، يحبوا يسمعوا الشقاوة. لا الصراحة ما كان في شقاوة عندك الصراحة، أنا كنت أكبر منك وشايفينك أنت صغير، ما كان في شقاوة. كنت في شقاوة أنت شايف؟ في أشياء كذا خفيفة حبيبي، قال حالة دي حاجات ما تذكر. الله يسلمك. الله يبارك فيك، الله يسعدك ويبارك فيك، وأنا سعيد صراحة إني شفتك. أنا نعم. بقول حاجة. نعم. طبعا أنا خلصت الثانوية ووقفت. نعم. وكانت الوالدة الله يحفظها كانت تقول كمل دراسة كمل دراسة، وأنا كنت معترض. نعم صراحة أنا ندمت شد الندم إني ما سمعت كلامه. نعم. وأنصح الإخوان اللي كملوا الثانوية إن يكملوا دراستهم. نعم. ويكملوا إلى ماجستير الدكتور ما يتوقف. نعم. وصراحة بعض الطلاب الدوافير اللي فاهمين وعقلين يكون. نعم. أغلبهم بعضهم المادة توقفه. نعم. وأنا أنصح أصحاب المال وأصحاب الجاه وأصحاب المعارف والواسطات. نعم. أن يدعموا الشباب هؤلاء بالمال بالوجاهة بالتوجيه. نعم. يوقف معه إلى أن يكمل دراستهم. نعم. أنا أشوفها يعني تجمع المال تجمع المال في النهاية تندفن ما تستفيد أي حاجة. نعم. نعم. أنا بنفسي يعني لحد من أكبر تجار جدة بنفسي. نعم. في مقبرة المعلى في مكة. نعم. ترك المليارات كلها خلفه. نعم. ويتلاحظ ومشي. نعم. فأنصح أصحاب المال أن يدعموا الطلاب العلم والاجتماعيين والدارسين والأكاديميين، يدعموهم بالمال. نعم. وكثير منهم أصلا المادة اللي موقفتهم. نعم نعم صحيح. ونسأل الله أن يوفق الجميع يا محب أرضى، وسعيدين بمقابلة الدكتور بعد كم سنة ما شاء الله. أنا أسعد والله يوفقكم إن شاء الله. وكان سمعت واحد من خارج يعني ما يعرفه قال له الشيء الجميل في الدكتور انه يحب الخبرات اللي عنده ينقلها للناس بدون ما يستفيد اي شيء، يعني يحب كما قال صلى الله عليه وسلم حب الاخيك ما تحب لنفسك. نعم. يعني ما تكون انت خلاص فاهم سيب الناس كل ما لك صلاح، لا علم اللي وراك. نعم. وهذا اللي يبقى، اما المال هذا ما يبقى. صحيح. نسال الله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ونختم بهذه، شكرا على المشاهده وان شاء الله اشوفك في فيديو ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.